ديري؟ لاباس عليكم؟ ما عزاليكم؟ الامور على خير، كل شيء بخير. كنتمنى وكالعاده الفيديو اليوم يلقاكم في احسن الاحوال، احسن الظروف. 5 5 ناشطين ناشطين البنات. اليوم جيت نقدم لكم واحد الوصفه حتى هي سهله مهلا بالوصفات ديالي الساهلين المهلين. وصفه ديال الجبن في الدار، يعني الجبن البلدي اللي كنديرو مع الخبز بواحد جوج ديال المكونات. يعني الاغلبيه الناس كيديروه باللبن والحليب، اليوم جيت نقدم لكم بطريقه مختلفه تماما على الطرق اللي كاينه. المهم بالنسبه لهذه الوصفه البنات، غادي نحتاجوا لها اطرون ديال الحليب، اطرون اونس. هذه هنا عندنا اطرون اونس ديال الحليب كامل الدسم، يعني الحليب ديال الحليب البلدي ويكون ما زايدينش فيه الماء، اولا تاخذوا سليم وتاخذوا منه اطرون اونس. عندي اطرون اونس ديال الحليب كامل الدسم، وعندي ثلاثة ديال دانونات مسوسات. اي نوع ديال دانونه البنات مسوس بدون حتى شي نكهه، بدون حتى شي نكهه، سمعتوا؟ وعندي مليحه على حسب الذوق، كل واحد كيفاش كاين، اللي ما بغاش يدير المليحه ما يديرش. ودابا البنات غادي ندوزو باش نوريكم كيفاش غادي نديرو له. غادي نديرو هاد الحليب هذا حتى يطبخ، ملي يبدا كيغلي غنديروه بحال هكا، غنردو فوق البوطة حتى يغلي مزيان. ملي بان ليا بانه بدا كيغلي غادي ندوزو باش ندوزو غادي ندوزو باش نزيدو له دانون ونوريكم التتمة ديال الوصفة. يلا البنات انا غادي نردو يغلي وهانتوما معايا. هانتوما البنات اون فوا غيبدا يبان ليكم بانه بدا كيغلي هكايا، شوفوا هو ضرب داك يغلي من الجناب. غتنقصوا البوطه على الحد مزيان وغادي نبداو. ها نتوما غادي ها هي دغلا مزيان، راه كيغلي كاع، غادي نطفيو البوطه باش ما ترهبوش البنات حيت خص تكون يديكم خفيفه. ها نتوما غادي نخليته يبدا طالع هكذا، غادي نطفي البوطه ونبدا نزيد دوك دانونات بحال هكذايا. المهم غادي نزيدهم بثلاثة وديكم تكون خفيفة البنات بحال هكا. نزيدو الثالث، درت لكم الضجيج المهم بحال هكايا. غادي نزيدو الثالث ونحركو مزيان، تحركو مزيان البنات هكذا تتحسو بان داك دانون تجانس في هذاك الحليب كامل، يكون تجانس بحال هكذايا. نعاودو نشعلو عليه البوطه البنات، نجيب بريكه ونقصو البوطه على الحد. هي دي دابا البوطه شاعله عليه، غتبقاو معايا باش نكملو الوصفه. مهم باش تعرفوا بان الجبين ها هو راه بدا كيتكتل، باش نعرفوا بان الجبينه ديالنا بدات كتوجد. غتشوفوا بان داك الماء غادي يبدا يتعزل، الجبن على الماء غيبقى وغيولي الماء صفر، شتي هو بدا كيتعزل البنات. كنتمنى تكون واضح لكم الصوره. ها نتوما النار تكون هادنه في هذه المرحله البنات، غنزيدوا المليحه. ها نتوما راه بدا كيتجمع، غنزيدوا المليحه ديالنا، المليحه اختياريه، اللي بغى يديرها واللي ما بغاش ما يديرهاش. ها هو بدا كيتجمع البنات، شتو؟ حركو مزيان وغادي نخليه بحال هكا طلع فيه الغليه يولي داك الماء صفر. نتوما شتو المويه غتولي صفراء، كتعرفوا بان الجبينه وجدت. ها نتوما البنات راه بدا كيغلي، المويه ولات صفراء، هانتوما الجبينه على صفر، الجبينه تجمعات صافي. دابا راه هو وجد، غادي ندوزو نحيدو فوق البوطه وهانتوما معايا. هانتوما البنات ها هو دراه شي شويه تجمع، شوفوا الميها اللي فوسط منه كتولي صفرها. دابا غادي نخليه هنا فوق البوطاجي البنات حتى يبرد تماما، ومنين غيبرد هانتوما راه الجبينه ديالي بدات كتجمع، غادي تعزل لينا الجبينه على الميها، وديك الساعة غادي نكملو ان شاء الله الوصفة ديالنا. طريقة سهلة مهلة، مكونات بسيطة. هانتوما البنات هذا هو الشكل ديال الجبن ديالنا من بعد ما برد، شوفوا البنات كيفاش كيتكتل وكيفاش كيولي وكيتفرز على الماء ديالو. غادي نجي دابا غنقبط واحد الشبيكة غنديرها من تحت هانتوما، وغندير فيها واحد الزيت ديال حياتي يكون نقي. هانتوما البنات باش يبان ليكم،
وغادي نبدا ندير فيه داك الجبينه ديالي هانتوما. نتمنى ان الصوره تكون واضحه لكم مزيان. غادي نبدا ندير هكا، نهز بشي لوش ولا لا لوش، ولا تهزو غير بشويه وتحطو، نبقى هكا حتى نكمل الكميه، ومن بعد غادي نعقد هاد الدريره ونخليه حتى يستقطر مزيان. هانتوما البنات، هانا دابا كملتو كامل، بقات لي هاد الميها. هاد الميها البنات ما غاديش تلوحوها، غنديرها فواحد القريعه وغنحتفظ بها في الثلاجه، كتصلح البنات لي بريوش، القراش، العجينه ديال البيتزا، العجينه ديال الشنيك، غزاله ومفيده وكتخطل العجينه غزاله. غنخليها هنايا عاد نديرها حداكم في القريعه. وهاد الجبينه ديالي البنات غادي نقبض هكذايا وغنحاول. شوفوا راه باقي الماء، عصر كيف قلنا البنات، هانتوما شتي راه فيه الماء. غادي نعقد بحال هكذا وغادي نخليها تستقطر بحال دابا. انا راه عندي الروبيني هكا، يا الروبيني ديال الكوزينه غادي نعلق فيه، نتوما غتشوفوا غنخليوها حتى تستقطر مزيان وما يبقاش فيها كاع الماء. وديك الساعه غنجي نشكلها فواحد الشبيكه باش تعطيني الفورمه ديال الجبن اللي بغيت، وغنحتفظ بهذا الماء ضروري البنات ما تحتفظوا به. بالنسبه للميه البنات غنديرها في واحد القريعه كما قلت لكم وغندخلها الثلاجة. ودابا نشارك معكم ان شاء الله شنو غنقدر ندير بها في الوصفات الجايه، يا اما شنيك يا اما قريشلات يا اما بريوش. راه عرفتي مفيده بزاف، كتخرج عجينه غزاله، كتجي بها العجينه غزاله البنات. المهم ها نتوما، ودابا غندوز نوريكم كيفاش علقت الجبينه ديالي باش تستقطر. ها نتوما البنات شفتوا فين علقت الجبينه ديالي، علقتها في هذه ديال العطريه، وكل وحده زعما تحاول اولا تخليوها كاع غير في الشبيكه هكا، كتضمنوا بانها كتستقطر مزيان. ها نتوما هي في الزليفه ديالها ومعلقه، وغتبقى حتى تنشف مزيان من الماء ديالها وتستقطر. ومن بعد غادي ندوز نشكلها معاكم في الشبيكه، يعني غتقبطوا اي شبيكه ولا غادي تعاودوا تشكلوها فيها ولا طويصه باش تجيكم بحال الطريقه ديال الجبن، يعني تعطي واحد الصوره دائريه. وصافي البنات هذه هي الوصفه ديال هذا النهار. ها نتوما البنات، انا دابا من بعد ما استقطر غادي نحيدو من داك الزويف اللي قلت لكم، ها هو الشكل ديالو كيفاش كيجي. غنقبطو بحال هكذا وغنديرو في هاد الشبيكه، شفتوا البنات راه كيعطي كميه مهمه، غير باش اللي بغيتو بحال هكا باش يقبض لكم الفورمه ديال الشبكه اولا، ونيت نضمن بانه غيزيد يتستقطر شويه. صافي غادي نخليه بحال هكا غير شويه يستقطر، ومن بعد غتكون الجبينه ديالنا واجده. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم، تنال الاعجاب ديالكم، تجربوها البنات. راه كيجي كتعطي واحد الكميه اللي هي مهمه، كيجي جبن طبيعي، كيجي بنين وزوين. هادشي اللي غادي نقول لكم. المهم كنتمنى انكم تجربوا الوصفه. اللي ما عمرها دخلت عندي القناه هو كالعاده البنات تضغط على زر الاشتراك باش يوصلها الجديد ديالي، دير لي ابوني سبسكرايب ودير لي مشاهده كامله الا بغيتوا عافاكم. كنضحك معكم بالعكس، انا عزيزه عليا نضحك. المهم اللي ما عمرها دخلت عندي القناه ودخلت اليوم ضغط على زر الاشتراك باش يوصلها الجديد ديالي، واللي معايا ديما البنات لي لايك تعليقات، وهذا جود منكم وكرم منكم البنات، وبكم باش القناه ديالي ان شاء الله غادي تزيد لقدام. يلا بسلام عليكم، كنبغيكم كاملين، يلا باي باي عليكم. شوف البنات هذا هو الشكل ديال الجبينه ديالنا، هكا كيجي راه كتجي زوينه، كتقطع بحال نتوما دغيا. شفتوا هذا هو الشكل ديالها. يلا غنخليكم على خير وبخير، وبسلام عليكم.